السلام عليكم مرة ثانية. الآن نتكلم عن دورة تثليج كارنو. دورة تثليج كارنو طلاب هي عكس دورة كارنو للباور بلانت. إذا من 1 إلى 2 إحنا نضغط، من 1 إلى 2 نضغط. طيب ليش بدنا نضغط؟ تذكرون بالفصل الخامس الباب العاشر من شرحتكم عن خصائص مائع التثليج. خصائص مائع التثليج عند كل ضغط معين ببويلينج بوينت ودنس بوينت، او درجه حراره غليان ودرجه حراره تكثف، درجه حراره تكثف ودرجه حراره غليان. فبالنسبه لنا من نرفع الضغط، من نرفع الضغط من 1 إلى 2 صعدناه عند الضغط العالي، ايش راح يصير؟ درجه تكثف مالته مثلا درجه تكثف مالته 60 مئوي، 60 مئوي. من يطبع عليه الهواء درجه حراره 50 او 45، شو يعتبر له؟ تبريد، درجة تبريد. أما من ينخفض الضغط، من ينخفض الضغط بالمصدر البارد، من ينخفض برد درجة الغليان مالته مثلا درجة الغليان مالته ناقص 10. انتبهوا فيها زين، ترى هذا مفصل كلش مهم. درجة الغليان مالته ناقص 10، إذا دخل عليه الهواء بدرجة حرارة صفر، شو يعتبر بالنسبة له؟ كلش حار، يبخره، واضح؟ فإذا هنا اللعبة كلها والمفتاح التطور، القفزة اللي صارت، أنه أولاً ماء التثليج، وثانياً التلاعب بالضغوط. الشغلة كلها حول التلاعب بالضغوط. ضاغط شو يسوي؟ إذا صعد الضغط مالته، الضغط مالته أصعده، يروح وين؟ للمستودع الساخن، يطرح من عنده كوندنسر المكثف اللي هي القطعة الخارجية. نحكي سلاح باو عليكم سبلت، انطرح. إيش صار؟ صار كله سائل. سائل وين جاء؟ بأداة تمدد. أداة تمدد شو يسوي؟ تنزل الضغط، مو هذا التمدد يؤدي الى انخفاض الضغط. من انخفض الضغط، من انخفض الضغط يروح وين؟ لمصدر بارد. الهواء مالته الداخل حيدخل عليه درجه حراره 15 او 10 مئوي، هو بالنسبه للغليان مالته ناقص 10، فيتبخر مباشره، ياخذ الحراره الكامله للتبخر من الحيز الى ان يصير كله بخار، كله غاز، ويرجع العمليه هكذا. اذا من 1 إلى 2 ضاغط، من 2 إلى 3 تكثف، من 3 إلى 4 هو تمدد، من 4 إلى 1 هو شو اسمه، من 4 إلى 1 هو تبخر داخل الإيفابوريتر. الآن مصطلحات إن شاء الله أتعلمها أعطيكم إياها. هذا ضاغط، هذا كوندنسر مكثف اللي هو قطعة خارجية برا، الضاغط والكوندنسر تجيهم برا. أداة تمدد أو التوربين اللي هو أداة تمدد كابلري تيوب اللي سمعانين بي، يصير بداخل التمدد بداخل الجهاز. ومصدر بارد هو الإيفابوريتر، الإيفابوريتر مصطلح السوق يسمونه مبخرة، اللي هي القطعة الداخلية، السبلت القطعة الداخلية أو الكنتوري هم القطعة الداخلية، هذه تكون شنية التبريد. أوكي طلاب، إذا هذا فكرة كارنوت سايكل، دورة التثليج كارنوت سايكل اللي هي العكس كارنوت سايكل حقيقية. الشرطة على قيمة Q1 و Q2. Q1 تعرفون طلاب قيمة الحرارة هي area under the curve على TS diagram، area under the curve على TS diagram. إذا نجي Q1 شو ساوي لك؟ T1 S1 ناقص S4، S1 ناقص S4 هذه مثالية. Q2 T2 S1 ناقص S4 على منطلع Q2. الشغل شو ساوي لنا؟ شو الشغل؟ هاي شو نسوي؟ انرجي بالانس، نسوي انرجي بالانس، الشغل يساوينا Q2 ناقص Q1. اما COP فهو Q1، ليش Q1؟ لان Q1 هو المفيد، هذا Q1 طلاب انا اللي اخلص من عنده الجين مالتي. والكوست شنو هو؟ الشغل. الان طلاب هذا القانون يحفظ COP يساوي Q1 على Q. اذا المثالي معامل اداء تثليج كارنو، يقول لك معامل اداء تثليج كارنو شو يسوي لك؟ T1 على T2 ناقص T1، وهذا يمثل الأقصى، يمثل الأقصى، أقصى شيء ممكن نوصل له. أما العملي راح نتعلم عليه إن شاء الله بالتسجيل القادم. تحياتي، السلام عليكم.